انا عارف ان البيت مش قد المقام. لا لا عادي ولا يهمك. اتفضل. انت ابوك الاول. لا عمك الاول. ابوك الاول. بقولك عمك الاول. ابوك الاول. عمك الاول. ابوك الاول. عمك الاول. الله يقرفك، ادخل اعمل غيرهم. المهم يا حاج محمد، الواد ابني مش عبد مظبوط بقى 5% ومش عارف اعمل معاه ايه. ومين سمعك؟ ما الواد ده مغلبني. امال المدام عامله معاك ايه؟ مدام ايه يا عم؟ ده انا بصبحها بعلقه وبمسيها بعلقه. يا اخي ربنا يهديهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا جاي تعمل ايه؟ امي هي اللي بعتني وبتقول لي روح لابوك. ادخل اقعد سيبك منها. ازيك يا لوكس؟ لوكس؟ تعالى بس ما تخافش. وانا مش هنقول الشرف واعمل معاك فيديو يا حاج محمد. ما احنا بنعمل فيديو دلوقتي. جد؟ امال فين الكاميرا؟ لا ما الكاميرا عندنا ما بتتشافش، بتتحس. والله ده انت خدت عليا بقى وبتهزر. لا هو انا اقدر. المهم ايه اكتر فيديو عجبك من فيديوهاتي؟ ما سمعت فيديو وانت بتكلم واحد صراخ في التليفون، وانا مؤاخذة كده غفلت. خلاص بقى ما تفكرنيش. لو تعرف تجيبني مع البت دي سكة هجيب لك حق. طب ثواني هخليك تكلمها. ولا موتة ولا موتة ولا زف. طب ثواني. حاضر. نعم. الواد اتهبل ولا ايه؟ ولسه هو انت شفت حاجة؟ ما تخلوش يقعد مع ابني. رن يلا على صاحبتك وهات اكلمها. اتفضل. الو. ازيك يا قلبي؟ انا حاسة انك زعلان من اخر مرة. لا لا المسامح كريم. بقولك في واحد صاحبي دلوقتي قاعد معايا عايز يكلمك. يكلمني انا؟ طب هاته. اتفضل. الو. ازيك يا قلبي؟ هو انت اي حد تكلمي تقول له يا قلبي؟ يا اخي بتهزر. وانا قلت لك اتكلم. سلوك. مين اللي قال؟ مش مهم مين اللي قال. طب والمطلوب؟ نضرب انا وانت ورا عرف. ايوه بقى، هنط من البلكونه والعب في برشلونه. هنلعب انا وانت في البايرن ميونخ. ربنا انت بتخون. فاضي يا محمد. مين دي؟ دي ماما. نعم يا ماما. قول لابوك من 60 الكلب ده ينزل عشان لما اقول له ما تخرجش يبقى يسمع الكلام. سمعت يا بابا؟ عندكم باب خروج ده؟ ما عنديش غير البلكونه. فاضي يا محمد.